ولمزيد من التفاصيل حول قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة من العاصمة الكينية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، ضعنا في آخر وأهم مستجدات هذه القمة. نعم، انتهت منذ قليل الجلسة المغلقة التي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدور ضمن اجتماعات القمة التنسيقية نصف السنوية للاتحاد الافريقي في دورتها الخامسة والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. في هذه الجلسة المغلقة قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا مفصلا لخطة عمل الدولة المصرية فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية. مصر في هذه الأثناء تترأس الدورة الحالية من دورات المؤتمر الدولي الخاص بالأمم المتحدة الخاص بالتغيرات المناخية، وعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة عمل مصر خلال ترأسها لهذه الدورة من دورات انعقاد هذا المؤتمر. من بين هذه الخطط حشد التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على عملية التنمية المستدامة في القارة الإفريقية عبر مزيد من التواصل مع شركاء التنمية سواء الإقليميين أو الدوليين، بالإضافة إلى الشركاء المانحين في الدول سواء إقليميا أو عالميا. أيضا السيد الرئيس أكد على ضرورة تطبيق مبدأ الإنصاف والعدالة في توزيع الحقوق والواجبات، عندما أكد أن القارة الإفريقية هي أقل المناطق في العالم تسببا في الانبعاثات الحرارية، وهي في نفس الوقت هي أكثر المناطق في العالم تحملا للآثار الناتجة عن هذه التغيرات المناخية. وهنا تبرز أهمية المبادرة الرئاسية المصرية في تشكيل أو تكوين صندوق للخسائر والتعويضات يضمن مساندة الدول النامية في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. أيضا السيد الرئيس أكد أنه في هذا الإطار لابد من التحول إلى استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الأزرق بعيدا عن المصادر التقليدية لاستخدامات الطاقة التي تتسبب في انبعاثات حرارية تساعد على زيادة التأثيرات السلبية التي تواجهها عمليات التنمية المستدامة في عديد الدول من القارة الإفريقية وفي العالم بشكل أجمع. السيد الرئيس أيضا أكد أن التزامات مصر نحو هذه القضية تحديدا هي التزامات مؤكدة من خلال تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة لا تتسبب في المزيد من الانبعاثات الحرارية، وإنما تعمل على استخدامات الطاقة النظيفة في كل أوجه الصناعة في مصر. وعرض السيد الرئيس للتجارب المصرية الناجحة في هذا الإطار، وعرض أيضا على الحاضرين الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، مجال استخدامات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. قبيل هذه الجلسة شارك أيضا السيد الرئيس في جلسة هامة تتعلق بالرئاسة الدورية للوكالة الإفريقية للتنمية المعروفة باسم النيباد. مصر تترأس هذه الدورة التي تمتد بين عامي 23 و24، وعرض السيد الرئيس لخطة عمل الدولة المصرية خلال هذه الفترة في تسريع وتيرة الاندماج القاري الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية والاندماج مع التكتلات الاقتصادية الكبرى في قارة إفريقيا، وتسريع وتيرة العمل وتنفيذ منطقة التجارة الحرة التي تم إقرارها إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي عام 2019. أيضا السيد الرئيس في هذا الإطار أكد على أهمية رفع كفاءة البنى التحتية في القارة الإفريقية لتسهيل حركة التجارة ومرور العبور وعبور البضائع والإفراد بين شمال وجنوب القارة، وأكد على أهمية المبادرات الرئاسية المصرية التي تتعلق بالربط الملاحي والربط البري عبر المبادرتين ربط بحيرة فيكتوريا جنوب البحر المتوسط شمالا، وأيضا الطريق البري بين القاهرة وكيب تاون، وما يعني يساعد ذلك في يعني الربط الملاحي والبري بين شمال وجنوب القارة، يسهم في تسريع وتيرة تطبيق ما تم الاتفاق عليه من اتفاقية التجارة الحرة وتحرير حركة التجارة والبضائع بين دول القارة الإفريقية. في خلال هاتين الجلستين عقد السيد الرئيس جلسة مباحثات أو قمة ثنائية هامة بين سيادته وبين الرئيس الكيني
ويليام روتو. هذه القمة التي تناولت عديد القضايا بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دفع هذه العلاقات على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تحديدا في إطار الاستفادة بالخبرات المصرية في عدد من القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد الكيني. نتحدث هنا عن قطاعات البنية التحتية، الإنشاءات، تحلية المياه، الصناعة، الزراعة، صناعة الدواء والسياحة وغيرها من هذه المجالات، خاصة في إطار توافر إرادة سياسية قوية لدى القاهرة ونيروبي على الدفع وتعزيز هذه العلاقات في المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من اتصالات ولقاءات شخصية بين السيد الرئيس والرئيس الكيني ويليام روتو. أيضا القمة تناولت بحث عديد القضايا الأخرى وتبادل الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في كل من السودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقي، خاصة وأن مصر استضافت في 13 من الشهر الجاري قمة دول الجوار السودان. في هذا الإطار تحديدا استمع الرئيس الكيني لتقديرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سبل حلحلة هذه الأزمة والخروج من هذه الأزمة بشكل يضمن أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من الشرق الإفريقي. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من دولة كينيا.